رفض من قبل أندية رياضية عديدة ليصبح أسطورة في كرة القدم. ولد ليونيل ميسي في الأرجنتين لعائلة فقيرة جداً، حيث عمل والده كحداد لدى إحدى المصانع، وعملت والدته كخادمة بدوام جزئي. ومع ذلك كانت عائلته دائماً تحيطه بكل الحب والدعم الذي يحتاجه. بدأ شغف ميسي لكرة القدم ينمو داخله منذ أن كان صغيراً، ففي عمر 5 التحق بفريق لكرة القدم حيث كان والده يعمل مدرباً لذلك الفريق. وفي عمر 8 انضم إلى نيويل أولد بويز كلاب. كان ميسي متعلقاً جداً بجدته التي طالما دعمته، وعند وفاتها أصابه حزن شديد منعه من اللعب لأسابيع. وبفضل إصرار والده عليه للعودة لكرة القدم ودعمه، قرر أخيراً العودة لكرة القدم مجدداً، وأصر هذه المرة على جعل جدته فخورة به. حلم ميسي دائماً بأن يصبح من أهم لاعبي كرة القدم في العالم، ولكن بدأ حلمه بالضياع عندما تم تشخيصه بمرض نقص هرمون النمو، والذي يعني أن جسده لن ينمو نمواً طبيعياً ما لم يخضع لعلاج باهظ الثمن تقارب تكلفته 900 دولار شهرياً. ولسوء حظه لم يكن باستطاعة عائلته تحمل هذه التكاليف الباهظة، كما أن النادي الذي كان يلعب لصالحه في ذلك الوقت رفض أيضاً تحمل تكاليف العلاج. فهل انتهى حلم ميسي وذهب أدراج الرياح؟ مع أن ميسي كان من أقصر اللاعبين قامة، حبه لكرة القدم كان بلا حدود، ومرضه لم يقف يوماً بطريق حلمه. موهبة ميسي في كرة القدم كانت موهبة يصعب إنكارها، حتى أن العديد من الأندية الرياضية لاحظت مهارته الغير مسبوقة في كرة القدم. نادي ريفر بليت أبدى اهتماماً كبيراً بضم ميسي للنادي، ولكن مرة أخرى رفض النادي تحمل تكاليف العلاج. ولكن الحظ لم يترك ميسي ووقف لجانبه هذه المرة. فلحسن حظه لاحظ موهبته مدرب نادي برشلونة، وعلى الفور أرسل لعائلته عرضاً لضم ميسي، ولكن بشرط واحد، أن ينجح ميسي بتعدي فترة التجربة المقررة وأن ينتقل لإسبانيا. تفاجأ أعضاء الفريق جداً عند رؤيته نظراً لقصر قامته، ولكنه ما أن بدأ باللعب حتى أبهرهم بموهبته، فبراعته باللعب خطفت أنظار الجميع، ومن بينهم مدربه الذي لم يستطع الصبر، فقدم له عرضاً مذهلاً كتبه على منديل كان يحمله في ذلك الوقت، ليكون أول عقد احتكار لبرشلونة مكتوباً على منديل ورقي. حتى اليوم ما زال ميسي ملتحقاً بنادي برشلونة، وتم تصنيفه عدة مرات كأفضل لاعب في العالم، وبلغت ثروته اليوم 400 مليون دولار. لم يقف العائق الجسدي أو المادي أو حتى الرفض الدائم أمام حلم ميسي،